بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السماحة والفضيلة رئيس ونواب وأعضاء اتحاد علماء المسلمين، يا علماء الأمة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحييكم بهذه التحية المباركة الطيبة، أشكركم على عنايتكم بالاجتماع في هذا الظرف الحرج الذي تمر به هذه الأمة بين تخاذل أبنائها وتكالب أعدائها، ولله الأمر. وإني أناشدكم بأن تؤدوا رسالتكم بكل صدق وبكل صراحة وبكل أمانة إلى هذه الأمة جميعاً، حكاماً ومحكومين، ليعرفوا ما هو الواجب عليهم تجاه هذه القضية، وأن هذا التخاذل لا يسام أحد منهم. فلله الأمر من قبل ومن بعد. لقد أصيبت هذه الأمة في أعز ما تملك عندما تخاذلت هذا التخاذل وبعدت عما يدعوها إليه الإسلام من الاتحاد، وكونها متآخية فيما بينها قوية على عدوها محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيجب على هذه الأمة أن تكون كذلك، أن تكون على رحمة فيما بينها، وأن تكون شديدة على عدوها الذي لا يريد بها إلا الهوان والذل، ولكن مع الأسف الشديد أخذت تسارع في عدوها بسبب ما أصابها من المرض، كما قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولا نملك في هذه اللحظة إلا أن ندعو الله تعالى ونتضرع إليه ونخبت إليه أن ينصر عباده المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يظهر شوكتهم ويقويهم على عدوهم، وأن يثبت أقدامهم ويزلزل أقدام أعدائهم، وأن ينزل نصره عليهم وأن يمدهم بملائكته كما فعل ذلك يوم بدر ويوم الأحزاب. إنه تعالى على كل شيء قدير، وإنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر على الدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم نكل بهم وشر بهم في البلاد، وافعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم اصب عليهم سوط عذاب، وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلت بأشيائهم من قبل. إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. اللهم تقبل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وذهبت أرواحهم في سبيلك. اللهم تقبلهم وأدخلهم جنتك يا رب العالمين وارحمهم. واللهم نسألك يا ربنا يا الله يا منتقم يا جبار، أن تأخذ أعداء الإسلام بقهرك وجبروتك، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم شتتهم كل مشتت، ومزقهم كل مزق، واجعلهم أدبرة لخلقك. اللهم إنهم لا يعجزوك، اللهم إنهم لا يعجزوك، اللهم إنهم لا يعجزوك، لم يعجزوك ولن يعجزوك. فنسألك ربنا أن تنصر المسلمين عليهم نصرا عزيزا، إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير. أما المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأعتذر إليكم في عدم مشاركتي لكم، فإنما ذلك بسبب الظروف الصحية القاهرة، والله المستعان. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.